مساكم الله بالخير. معنا في هذه الليلة حلقة خاصة مع صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى سمو الأمير سلمان بن حمد الخليفة. الرحب فيك معنا. مرحبا يا سوسة. شكرا. سمو الأمير، من آخر لقاء كان معك يوم اليوم عائلة اليوم مر أسبوعين. نعم. وحدثت كثير من التطورات، الناس يعني في حاجة أنها تعرف من سموك. شنو هي آخر التطورات هذه؟ والله يعني مشكورة سوسن اللي أمامنا هذه الفرصة لنبين للعموم أن هذا الحدث اللي احنا نمر فيه يعني غير مسبوق الحقيقة في عمري على الأقل. صحيح. فالحلول المطلوبة لأزمة مثل هذه قاعدة تستغرق وقت وتتطلب الكثير من الصبر والتفهم لجميع المواقف اللي مطروحة على الساحة السياسية. ففي هالأسبوعين كوننا رأي أن الحوار هو حل. كوننا المبادئ الأساسية لهذا الحوار أنها ستكون مبنية على إقرار الإجماع، لأن كل الأطراف السياسية اللي موجودة في البلد لازم تحترم. وأهم مبدأ هو أن الكلام أفضل من الاختلاف والتشنج والتعصب. فالكل أعتقد يسعى ليحقق هذا الهدف، والكل لكن الكل ضمن الحدود اللي هو ممكن أنه يتحرك فيه. فواجبنا كان في هذه الأسبوعين أن احنا نحاول نوسع مقدرة الجميع لأن يتجاوبون مع هذا الحوار. جمعيات الستة قدمت 12 شرط أو ستة شروط وستة مبادئ اللي قبل الجلوس في الحوار. شنو ردة فعل سموك على هاي؟ والله احنا حين قاعدين نجمع المحاور، لكن لا شك أن يعني لا يجوز لطرف واحد أنه يحدد سقف أو هدف الحوار قبل أن يبدأ. فضروري أن احنا نتكلم في هالمواضيع، وما عندنا أي مشكلة أن احنا نتكلم فيها ونبحثها بعمق. لكن الإرادة الشعبية هي اللي لازم تحصلنا وتقوينا. يعني الإرادة الشعبية اليوم كما أثبت للجميع أقوى من أي شيء، وأنا هدفي أن احنا فعلا عن طريق هذا الحوار نؤسس هذه الثقافة، هذه المبادئ أو هذا الاحترام لهذا المبدأ كأساس التغيير والتطوير المستمر إن شاء الله في برنامج جلالة الملك الإصلاحي. سمو الأمير، احنا مو انقسام لكن احنا تعددية، وفي مجتمعات وايد فيها هاي التعددية. احنا مو المجتمع الفريد من نوعه، يعني الأمريكي الفرنسي الحين ما عادت الدول اللي هي عرق خالص لجماعة واحدة، يعني سواء كانوا إثنية عرقها يعني تعدد ولا مذهبية. كيف يعني سموك راح تتعامل مع هذه التعددية؟ احنا رأينا مجموعة في الفاتح ورأينا مجموعة في الدوار، احنا ما نريد نقسمهم بس سنة وشيعة، ولو ان حتى هذا التقسيم لا يجب ان يعني خوفنا، لكن هذه التعددية شلون راح تتعامل معها؟ والله هذه التعددية طبعا واقع، ويعني بزيد على كلامك الله يسلمك ان حتى اللي في الدوار في انقسامات، حتى اللي في الفاتح في انقسامات. احنا لازم نجد المبادئ والمحاور اللي الكل يتفق عليها على اساس ان احنا نقدر نمضي قدما في برنامج الاصلاحي. يعني انا اعرف ان الشباب اللي في الدوار اليوم لهم راي. صحيح. وانا ودي اليوم قبل باشر ان انا اقدر اخاطبهم مباشره، لان انا عارف ان يعني سبب من اسباب هذه الازمه هو الشعور عند البعض ان كلمتهم غير موصل، يعني ما توصل. صحيح. وأعرف أن كثير من اللي راحوا الفاتح بعد عندهم آراء ما طلعت لا على الخطاب الرسمي اللي صدر باسم التجمع. صحيح. ولا في الميادين الإعلامية اللي احنا نشوفها أمامنا اليوم. فلازم نشوف، لازم نعطي روحنا فرصة أن احنا نتحاور بصورة حضارية، لأن ما في حل لفك هذه الأزمة إلا الحوار نهاية الأمر. يعني
احنا اليوم قاعدين نحدد محاور هذا الحوار، نحدد طموح هذا الحوار. وانا اقدر يعني اكد لك ان البحرين لن ترجع للوضع اللي كانت عليه، لان الشيء المؤكد في الحياة هو التغيير. وما اليوم احنا في حاجة ماسة جدا ل يعني ان احنا نبادر في هذا التغيير، وان نسبق المشاعر وال تحكيم العقل يعني لازم ايه بس لازم نسبق الفلتان اللي ممكن يحدث اذا الاطراف ما جلست وتحاورت مع بعض. هذا يقودني للسؤال الثاني سمو الأمير، إن يعني إحنا كان اتخذ الدوار كرمز يعني للجماعة، لكن الملاحظ أن هناك امتدادات الآن ممكن تأثر حتى على مصالح الآخرين أو على سلامة أو على حرية الآخرين. شنو التصرف؟ أنا أسعى كل يوم إن إحنا نثبت هذا حق من حقوق مواطنين البحرين، إنهم يتجمهرون ويمشون في مسيرات سلمية. هذا يعني محفوظ في الدستور ويجب أن ندعمه. طيب. لكن هذه المسيرات لازم ما تتعدى على حريات الآخرين، هذا المبدأ البسيط. فأرجو من كل الأطراف لعدم التصعيد ولعدم الإثارة اللي يمكن يريدونها البعض، إن احنا نلتزم ونتكلم بشجاعة. إذا احنا مستعدين عن طريق هذا الحوار أن نثبت بكل وضوح وبكل حرية حق المواطن البحريني يعني يعبر عن رأيه وأن يعتصم وأن يخرج في مسيرات ليدافع عن مصالحه، بعد لازم ندافع لحق الآخرين أنهم يمشون في حياتهم. صحيح. أما بيصير الاستبداد بدال من طرف سيصبح من طرف آخر. فالتسلط من أينما كان غير مقبول، والتصعيد في هذه اللحظة ما يعني الشيء الوحيد اللي هو يحققه هو انه يكثر البلبلة في المجتمع ويزيد المشاكل او احتمال المشاكل. ومثل ما رأينا في مدينة حمد ذيك الليلة، الناس بدأت يعني تحس بعدم امان. نعم. وهذا يعني المفروض نشتغل بكل قوتنا ان احنا نثبته. في من يرى ان يعني عدم التدخل الامني انه ضعف من الدولة، وأن هناك يعني كأن قلت الهيبة في الدولة، وأن يعني لذلك يشعرون بالخوف. شنو تقول لهم؟ أبدا، يعني الدولة عندها قوة، ولا أزال أدافع عن حق المواطن أن يعتصم حتى لو أنا أختلف معه في الرأي. نعم. ولكن اللي صار في مدينة حمد هذا قوات الأمن تدخلت ولازم تتدخل على أساس أن هي تحمي المواطن وقادرة أن تحمي المواطن. لأن اللي أنا أشوفه أمامي أن الأغلبية اليوم في البحرين يريدون الاعتصام السلمي والمسيرات السلمية. في فئة صغيرة تحاول أن هي تأجج، وأنا ما بلوم يعني طرف أو طرف آخر، أظن في كفاية في كل جانب اللي ممكن أنه يسبب هذه المشكلة. لكن بطلب من قوات الأمن، إن طبعا مو بس بطلب، أنا أعتقد أن من مسؤولية قوات الأمن أنهم يحققون الأمن في مناطق البحرين اللي فيها الناس أو اللي تمشي فيها الناس بحياتهم الطبيعية.